الخير، صباح النور، صباح السرور. كنتمنى لكم تكونوا على خير وبخير، الا كان عندكم الصباح ولا كانت عندكم العشيه مساء النور. كنتمنى لكم يا ربي تكونوا في صحه جيده وفي احسن الاحوال. معكم فدوى في قناه فدوى بلا شانيل، وهنا جبت لكم عاوتاني لله وصفه جديده اللي هما مسمنات معمرين بالبصله والكفته والفلفله، ومسمنات عاديين للدراري الفطور مع هاد سيدنا رمضان. ضروري خاصك تفكري ليهم، ما شاء الله راه باقيين صغارين، خاصهم ياكلوا ما يفطروا في الصباح. ايوا المهم بلا ما نطول عليكم، ندوزوا للمقادير ديال هاد الوصفه اللي ساهله مهله، ما كتاخذش الوقت بزاف. عندي هنا ما بين الفورس والفينو، الفورس عندي تقريبا واحد 300 غرام حتى 350 غرام مع 150 غرام ديال الفينو. عندي قبصه ديال الملح، ما بغيتش نكثر الملح بزاف. عندي هنايا خماره واحده ضروري نغربلوها حيت كتبقى فيها داك الكريات ديالهم قاصحين. مهم باش كتجانس مع الخلطه ديالنا. لاحظتي وانا ما درت هنا لا زيت لا والو حيت غنورقهم بالزبده، داكشي ما بغيت ندير لا زيت لا حتى شي حاجه. صافي وغادي نجمعهم بالماء عادي. المهم اللي عنده العجانه يقدر يعجن بها، اللي يبغى يعجن بيديه راه كتعجبو داك العجنه ديال اليدين. المهم انا فضلت نديرها في العجانه، كتجيني سهله. انني كنستغل الوقت في حوايج واحد اخرين، الوقت اللي كتكون كتعجن فيها هاد العجينه ديال المسمن اولا ديال الكيك شنو ما كان. المهم هنايا بحال العاده غتعجن ونخليوها لا قاصحه لا فتيه لا رطبه بزاف، متوسطه. غندهنها بشويه ديال الزيت وغنديرها في بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح. ملي كتخليوها ترتاح كطوع عليكم كتجيكم ساهله انكم باش تخدموا بها. بالنسبه ليا انا هنايا المسمنات اللي غنديرهم عامرين، عندي واحد بصله كبيره حمراء درت ليها هشوار، عندي فلفله حتى هي درت ليها نفس الشيء. من الاحسن ديروا هذه الطريقه باش ما تقطعش لكم العجينه منين تبغيو تجمعوها ولا تلويوها. عندي هنايا كفته واحد 250 غرام. حقيقه الكفته انا كنفضل نشري اللحم ونطحنو على يدي، احسن حاجه كتعطي فيها واحد المذاق زوين رائع بزاف، احسن من كتشريها واجده. المهم اللي سهله ليك انك ديريها، تقدري ديري اقل من هاد المقادير تقدري لا. بالنسبه للبوطه ضروري تجهدوا عليها باش ما دير لكمش الماء. هنا درت الملحه الابزار شويه ديال سكنجبير فلفله حمراء وقليل من الثومه. كاين اللي ما كيبغيش يديرها، كاين اللي كيدير لا بغيتي ديري الثومه غبره حتى هي مزيانه. المهم غنخلطو جيدا، نخليوها حتى كتنشف من داك الماء كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. درت واحد معلقه صغيره ديال الهريسه ودرت واحد جوج معلقات كبار ديال القزبر ومعدنوس، كانوا ديجا عندي واجدين. صافي كنخلطوا هذا الخليط ديالنا ونخليوه يبرد جانبا وندوزوا للعجينه. ومن بعد ملي تعجنات ها هما تشوفوها طلقات راسها، الراسه ما تحتاج لا دليك لا حتى شي حاجه، كتجي زوينه بزاف بزاف. المهم هنايا غنقسمها كويرات على حساب العبار اللي بغيتي. انا درتهم شويه كبارين حيت كل وحده قسمتها على جوج، لا بالنسبه للمسمنات العاديين لا بالنسبه للمسمن ديال اللي غادي نعمرو بهذيك البصله والكفته. هذه الطريقه كتجي سهله وكيتوجدوا في الحين، زعما ما كتستغليش ما كتضيعش الوقت في كل وحده، كل كويره بوحديتها. بحال هكا كتجيني انا سهله، سو كنفضل ندير كرات كبارين. ومني كنورقهم وكنجمعهم كنقسمهم على جوج، سو كل وحده كتعطيني جوج حبات، كتجيني ساهله مهله في هذه الخدمه. هنايا صافي كورتهم كاملين، خليتهم يطوعوا تقريبا واحد 10 دقائق عاوتاني. ضروري في هذه المرحله هذه باش كتسهلوا عليكم الخدمه وكتجي النيت داك المسمنه مورقه ساهله مهله.
هنا غنبدا غير المسمن العادي هو الاول كيف ما كتشوفوا المعروف دائما. بالنسبه انا هنايا الفينو راه ما درت فيه لا خماره لا والو، حيت ديجا درت انا خماره كبيره في العجينه ديالي منين بغيت نعجنها كيف ما شفتوا معايا في اول الفيديو. صافي هنا غنطلقوا داك المسمنه ديالنا حتى كيبان داك السطح العامل مزيان، وغادي ندير الزبده كيف المعروف المسمن العادي. غندير داك الزبده وغندير شويه ديال السميده، مهم انا كنجمعها وانا كندير الزبده والسميده. بالنسبه للزبده حاولوا تستعملوا الزبده اللي ما تكونش مالحه، وفي نفس الوقت تكون داك الزبده حيوانيه من الاحسن. انا وليت كنطيح على واحد الزبده زوينه في الحقيقه هي اللي نفعتني، لا بالنسبه للطياب ولا بالنسبه للتوراق، حتى هي كتجي زوينه بزاف بزاف. كنظن انني شاركتها معكم قبل، كانت كما كيف ما كتشوفوا انا كنطلق وانا ديجا انا كانت يدي عامره بالزبده والفينو. المهم هنا كنزيد عاوتاني وغادي ندير عاوتاني شويه ديال الفينو. هاد الطريقه هنا كتجيني ساهله مهله، ودغيا كنوجدها ما كتاخذش ليا الوقت ما بين العجينه وما بين الطلاق ديالها تقريبا واحد نص ساعه ساعه الله رب. راكم عارفين ما كتخليو العجينه انها ترتاح باش كتطلق راسها، كتجي ساهله. بالنسبه ملي تبغيوها كتلويوها لويوها مرخوفه، ما تزيروش يديكم باش كتبان داك الطويه ملي كتستوى. صافي هنا غنجيب موس وغنقسمها على جوج كيف ما كتشوفوا، وداك الجنب ديالها الاخر غادي نجمعو مع الجنب التحتاني وغنقلب غنمعسها غير بيديا اولا نبسطها بيديا، كل واحد كيفاش كيقول ليها على حساب المنطقه. المهم نفس الشيء غنعاود لكم مره واحده اخرى على السريع بحال العاده. كنورقها مزيان، واخا تقطع لكم ماشي مشكل عادي. غادي تجمع عاوتاني من بعد، كندير الزبده وغادي ندير السميده اولا الفينو. دقيق القمح الصل بهذه الطريقه، وغادي ندير عاوتاني الفينو وغنجمع غنلويها. نفس الشيء غادي ندير حتى مع داك المسمن المعمر. ما نقولش لكم شحال جا ولدادي مزونين بزاف. بالنسبه للدراري الصغار كتلقاي ما تعطيهم يفطروا اولا في كاسكروت اللي كيجيو من المدرسه. بناتي عزازين عليهم حقيقه هذا المسمن بالنسبه للعادي اولا المسمن المعمر. دائما كيقولوا لي مامي صايبيه توحشناه، كيعجبهم. صافي هنايا نفس الشيء غادي ندير، غندير داك الحشوه. بالنسبه نعطيكم نصيحه، ملي نطيبوا داك البصله والكفته والفلفله حاولوا تمعسوا داك الكفته مزيان مزيان، تفرتوها مزيان باش تساعدكم حتى ملي تبغيو طويو العجين ديالكم ما يتقطعش ليكم. انا هنايا ما عرفتش، كنت مزروبه وما فرستهاش اولا نسيت، شويه عذباتني ملي كنبغي نجمعها وملي نقسمتها على جوج. ولكن حتى في الطياب ما زعما في الحقيقه ما عذبتنيش بزاف، دغيا طابو. صافي هنايا غادي نقسمها على جوج. مشى ليا الفيديو انا حسب ملي راني قسم راني كنت كنصور ساعه لا. المهم انا هنا راه قسمتها وقديتها، ولكن غنعاود معكم وحده اخرى باش تشوفوا كيفاش درت ليها. بحال العاده هانتوما كتشوفوا العجينه طايعه في يديا، تبارك الله كتجي زوينه. هنايا حاولوا ما تكثروش العماره بزاف كي قلت لكم، ملي تبغيو طيبوا داك الكفته مع البصله حاولوا انكم تفرتوها مزيان، تمعسوها بداك الباله اللي كتحركوا بها اولا داك الخشبه المغرفه ديال الخشبه، تبقاو تبركوا مزيان في المقله حتى كتفرتت مزيان ما تبان لكم حتى شي طرف كبير.
صافي هنايا انا قسمتها معاكم كيف ما كتشوفوا، وداك التلويه جمعت بها داك العجينه اللي خاويه من التحت باش العماره ما تخواش ليكم في المقله ملي تبغيو طيبو. صافي هنا غنبدا بالمسمن العادي ديالي، غنطيبوه هو الاول كيف العاده، لان بالنسبه للمسمن اللي معمر مع فيه داك لي دام وداك البصله وداك الشيء من الاحسن انني كنخليه هو الاخر. هنايا ما خدتش ليا الحقيقه بزاف الوقت في الطياب، تقريبا واحد 25 دقيقه ما بين المسمن العادي وما بين المسمن المعمر باش ساعدتني هاد المقله هادي. المسمنه ديالي صغار وكندير 3 حتى 4 الحبات في المقله دغيا كيوجدوا، حاولوا انكم تحمروهمش بزاف باش لا بغيتيو ديرهم في الفريكو او لا ديرهم في الثلاجه كتجيكم ساني. كتجبدوهم عاوتاني وكتسخنوهم، هما كيسخنو هما كيزيدو يتحمروا شويه. صافي كنبدا نقلب المسمن ديالي كيف ما كتشوفوا كيجي مورق مدور زوين، كيعطي فيه واحد المنظر زوين مورق حتى من الداخل. داف المسمن ديالي هو بدا كيطيب، هانتوما كيفاش كيجي هنا راه مسمنه سخونه سخونه بزاف في يديا. بغيت نوريكم كيفاش تجي. بالنسبه لهذا المسمن المعمر درت داك الورق ديال الطبخ ديال الفران، حقيقه هاد الطريقه هادي كتجيني ساهله مهله. ملي كتورقي عليها كتهزيها بالورقه ديالها وكتقلبيها في المقله ما كتعوج لك لا في يديك لا حتى شي حاجه، وكتبقى الشكل ديالها دائري وكتجيك ساهله حتى في الطياب ديالها كتجي زوينه. هنا كاين العجينه بالنسبه للطحين كيديروا فيها شويه الخميره ديال العجينه، انا نفضل ندير غير خميره ديال الخمارة ديال الحلوى كتجيني ساهله احسن من خميره العجينه. وهو المسمن ديالي وجد كيف ما كتشوفوا المنظر ديالو عاطي منظر زوين، والمذاق ما نعاودش لكم شحال جلدين ما غنشكرش راسي، خاصكم تشربوه باش تعرفوا اللذة ديالو. لا بالنسبه للمسمن عادي او المسمن المعمر حتى هو كيصلح مع سيدنا رمضان وقصه ديال المائده ديال الفطور، كيجي لذيذ لذيذ بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وما تنسانيش من لايك ديالكم زوينه والتعاليق ديالكم. شكرا على المتابعه، وكنتمنى انكم كاملين تكونوا يا ربي في احسن الاحوال، وبسلامه عليكم ان شاء الله نتلاقى معكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.